هذه بيعات حدثت وسجلها القرآن الكريم وذكرها واهتم بها والتفت إليها. فعلام بيعة تدعونها وواليتم الأمة من أجلها وعاديتم الأمة من أجلها ولاء وبراء من أجل هذه الإمامة المزعومة التي هي أفضل عندهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يذكرها القرآن أبدا لا من قريب ولا من بعيد. فكروا في هذه الجزئية ونحتاج جوابكم. طيب نرى ماذا يقول طارق يوسف في هذه النقطة ثم نعود. ايدي روح اقف وركز شوف الآية بتاعت بلغ ما أنزل إليك من ربك نزلت فين. تابعها السيدة عائشة كل اللي قالته في البخاري قالت له كل يقول على النبي محمد كتم شيئا من القرآن فقد كذب، لو كان عايز يكتم كان كتم الآية دي. الآية بتقول له بلغ ما أنزل إليك من ربك، تخيل وإن لم تفعل. هل النبي الصلاة في مكة، الصلاة كانت في مكة إذن قالها للناس، والصوم تاني سنة في الهجرة كان الصوم، والزكاة اتأخرت شوية، والحج كان معلوم وبعدين نفذه عمليا. طيب ايه بقى اللي باقي والنبي ربنا يقول له ان ما عملتش يبقى الدين كله اللي انت في 23 سنة اديته طلع في شرك. قولوا لنا ايه هو، قولوا لنا واحنا نسمع. وايه اللي يخلي النبي ربنا يهدده يقول له ان لم تفعل فما بلغت، وبعدين يقول له يعصمك من الناس في اخر سوره في القران. اقول لك كلام اهل السنه مش كلام الشيعه، بيقول ان يا اخر سوره المائده يا اخر سوره الفتح، يعني يا اما المائده يا اما الفتح. طب في المائده ربنا بيقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين، وبيقول بلغ ما انزل اليك من رب. يعني اذا بعد تمام كل الاشياء باقي شيء واحد، اذا لم تبلغه يا محمد ولم تفعله كانك ما اديت الرساله. واوعى تخاف من الناس، الجزيرة العربية في هذا الوقت كلها مسلمين، هيخاف من مين بقى؟ يبقى رد الفعل من أصحابه، رد. وربنا يسمي عدم الإذعان كفر، كفرا، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أيوة، يعني النبي كان خايف أن يبلغ الصحابة، خايف أن يبلغ بولاية علي من الصحابة مثلا، ولا هو بلغ بولاية علي؟ هذا الرجل الآن يقول كان النبي يخشى من الصحابة ويطعن في الصحابة بشكل مباشر، فأنا أسأله بشكل عامي، النبي كان خايف يبلغ، خايف من الصحابة حتى يبلغ بولاية علي، ولا بلغ أيها الزنديق بولاية علي بن أبي طالب وما كانش خايف من الصحابة فتكذب نفسك؟ ثم كيف يخاف من تبليغ أمر الله بولاية علي؟ وهذا طعن في عصمة النبي ولا لا؟ هذه مشكلة. يبقى هو بلغ بولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب هل اعترض أحد الصحابة والنبي يبلغ يوم الغدير بولاية علي كما تقولون؟ هل اعترض أحد الصحابة مثلا كده؟ هو يقول كان خايف من الصحابة، إذن بلغ أو ما بلغش؟ يبقى في النهاية نبلغ بولاية علي كما تقولون، وإلا يبقى ما فيش دين أصلا. طيب إذا كان بلغ، هل هناك صحابي مثلا قال لا يا رسول الله لن نسمع ولا نطالع عليه من بعدك أبدا؟ دول 120 ألف صحابي كما تعتقدون، فهل أحد كده رفع يديه أو وقف عند النبي وأتى للنبي قال مثلا لا يا رسول الله لن نسمع ولن نطيع لعلي؟ هل حدث هذا؟ فكيف توجه إشكالك واعتراضك أصلا إذا كان لم يحدث؟ ده إذا كانت هناك أصلا بلاغ بولاية، أو إذا كانت هناك ولاية أصلا فلم يحدث شيئا من ذلك. ثم يقول الشقي بأن الله هدد نبيه حتى يبلغ بولاية علي بن أبي طالب، قال وإن لم تبلغ يبقى الدين ده كله طلع في شنك، يعني إساءة أدب في حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الكلام. طيب هذه لم يذكر عليها دليل، لماذا؟ هو الذي يأتي في رأس طارق يوسف هذا الزنديق يقوله هكذا، ليس هناك حديث ولا أثار ولا شيء، ولذلك لم يعطنا قول مفسر واحد للآية، آية البلاغ أو حديث الغدير.
مش مفسر، نتحدى أن يذكر لنا قول عالم واحد من علماء أهل السنة قال بهذا الكلام، نتحدى أن يكون عالم من علماء السنة قال بأن الله هدد نبيه حتى يبلغ بولاية علي بن أبي طالب. من قال هذا في الدنيا؟ من سبقك أيها الجاهل الزنديق بهذا الكلام؟ لم يحدث هذا الكلام ولم يقله أحد من علماء المسلمين، ولا زال التحدي قائما. حتى تفسير الثعلبي يعني هو تأخذون منه كثير من كلامكم وتدلسون عليه، لم يقل هذا الكلام، ولا الألوسي ولا القرطبي ولا ابن كثير ولا الرازي ولا أي من التفاسير نقل ما يقوله هذا الشقي بأن الله هدد نبيه حتى يبلغ الناس بولاية علي بن أبي طالب. تعرفين المشكلة في معي تجاه هذا الرجل؟ هذا الرجل يقرأ من كتاب بحار الأنوار في المجلد 37 بالضبط، ينقل كلام الشيعة بالضبط في المجلد 37، وأنا ليس لدي وقت في الحقيقة لأستعرض كلامه وأعقب عليه بهذا الشكل، لكن نتكلم بشكل مجمل يعني. طيب، إذن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ولاية علي للناس كما يقول هو ويعتقد هذا المتخلف، ثم يقول بأن الله هدد نبيه حتى يبلغ الناس بولاية علي، وكأن الدين كله حصره هذا الرجل في هذه الولاية المزعومة. يعني بقى لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا عقائد ولا توحيد، لا، الله أرسل نبيه حتى يبلغ بولاية علي، وإلا يبقى الدين كله في شنك، هكذا يقول. يعني هل يعقل هذا؟ يعني هل هناك عاقل من الشيعة أصدقائنا الروافض الذين يسمعوننا يقبل هذا الكلام؟ الدين كله اختزله أو في مسألة الولاية. حتى يقول القرآن هذا الكلام للأسف، يعني القرآن يقول لو جاء الإنسان بزنا وارتكب كل الموبقات من شرب الخمر والزنا وكذا وكذا والمسكرات والقتل، ثم أتى بولاية علي بن أبي طالب كانت هي الجوكر كما يسميها، تقش هذا كله، تذهب بكل هذه السيئات ويدخل الجنة. الله يقول وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، جاءوا بالتوحيد الخالص لله، جاءوا يدل الناس على الله، أنبياء الله ورسله جاءوا بالتوحيد، أرسلهم الله ليعلموا الناس لا إله إلا الله، بأنه لا نذر إلا لله ولا استغاثة إلا لله ولا ذبح ولا ولا ولا، كل لله سبحانه وتعالى، التوحيد الخالص وما يتبعه من عقائد وعبادات وأعمال تنعكس على قلب الإنسان وعلى جوارحه وعلى أفعاله، كل هذا عند الشيعة ليس له قيمة إن لم يأتي بولاية علي. التوحيد أصلا هو الولاية علي. هناك نصوص كثيرة جاءت في أصول الكافي وذكرت منها شيئا كثيرا قبل ذلك، كل التوحيد جاء في ولاية علي بن أبي طالب.